في حال حبيت تشتري من تطبيق أو موقع جرير الإلكتروني باستخدام الأبل باي على نظام الآي أو إس، تقدر من خلال خانة شراء باستخدام أبل باي، ونضيف الآن البطاقة الصراف أو الفيزا إلى المحفظة بالضغط على متابعة، وبكل سهولة تصور البطاقة الموجودة عندنا، وبعد إضافة البطاقة ومعلوماتها آخر خطوة للتحقق من البطاقة راح توصلنا رسالة نصية على الهاتف برمز التحقق، وبكذا تم تنشيط البطاقة، ونقدر الآن نكمل عملية الشراء باستخدام أبل باي بعد إدخال تفاصيل العنوان والهاتف. وهذه الخدمة متوفرة أيضا لدى معارض مكتبة جرير، ونحب ننوه أن هذه الخدمة تعمل على أجهزة الآيفون 6 وال6 بلس وطالع، بالإضافة إلى ساعات أبل وأجهزة الماك اللي تدعم الآي دي تاتش، أو أجهزة الماك اللي ما فيها خاصية الآي دي تاتش من الممكن استخدام معها أجهزة الآيفون أو ساعات أبل المزودة بخدمة أبل باي للتعريف بالمستخدم. وللمزيد من المعلومات يرجى الضغط على الرابط الموجود بالدسكريبشن.